مهمشون. في هوامش المجتمعات حياة تدب. مهمشون كان الهامش اختياراً لهم، وآخرون ما كان لديهم من بديل. عيون حزينة حيناً، حنقة أحياناً، وجوه شاحبة تلازم مناطق الظل، وأجساد حين تتعب تستلقي على الرصيف. وفي صمت هذا العالم الذي يحاكي صمت القبور تحدث صرخات ناقمة غاضبة قد لا تسمع، إلى حين يأتي الهامش يخترق المجتمع، يمنحه ولو للحظة إيقاعه وألوانه. مهمشون، قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. قامة قصيرة في الزحام. أواسط سبعينيات القرن الماضي استقر أحمد مريباح، المعروف أكثر بأحمد البناي، في حي المصلى بتطوان. استأجر منزلاً في زنقة السعيدية. كان قد تزوج لتوه من ابنة عمته السعدية وجاء بها من البادية، قبل أن ينقضي عام على زواجهما ذاك الذي باركته العائلة. رزق الزوجان مولودهما البكر، وكانت بنتاً اختار لها من الأسماء ربيعة. وقد لاحظ أحمد أن أمه لم تبدي كامل فرحتها، لأنها حسب ما قيل له لاحقاً كانت تود أن يكون المولود الأول ذكراً. لم يكن في موقف المرأة ما يخرج عن المألوف، كانت كما المجتمع الذي نشأت فيه تحبذ أن يكون المولود الأول ذكراً، لأنه في منطقها ومنطق الوسط الذي نشأت فيه سيكون عوناً لوالده، يساعده ما أن يبلغ معه السعي وينوب عنه ويقوم مقامه في أمور شتى. ويبدو أن نسوة من العائلة همسن للسعدية بكلام يشبه ما قالته أم أحمد. حين كانت ربيعة تهم بالحبو، كانت السعدية في الأشهر الأخيرة من حملها الثاني. كان أحمد يمضي بياض أيامه في ورشات البناء، وحين يعود إلى البيت يعود منهكا خائر القوى. وذات مساء جاءت السعدية المخاض فأرسلته في طلب القابلة، ولم تكن سوى إحدى الجارات التي اكتسبت خبرة لا يستهان بها لكثرة النساء اللواتي وضعن أحمالهن بمساعدتها. وكما في المرة الأولى تم الوضع بلا مشاكل، وصدحت في الدرب الزغاريد، وارتفعت أصوات جارات حضرن المناسبة بالصلاة والسلام على رسول الله. كان مولودا ذكرا، ولذلك بدت أم أحمد أكثر النساء زغردة. لم يدع أحمد للنسوة مجالا لاختيار اسم للمولود الجديد، قال إنهن اخترن اسم المولودة البكر ربيعة، وإن له هو أن يختار الاسم الذي يليق بولده، وقد اختار له اسما عبد السلام تيمنا باسم والده الذي توفي قبل عدة أعوام. لم يكن من أمه إلا أن تبارك الاسم كما باركه آخرون. كان المولود الذكر الذي كان الجميع ينتظره، ولذلك كانت استثنائية حفلة العقيقة التي أقيمت له. أقل من عام بعد ذلك ازدان فراش أحمد البناي بمولودة جديدة، ثم بمولود آخر. وبعد انقضاء 8 سنين على زواجه كان لأحمد من البنات والبنين 7. كانت أعمارهم متقاربة وقاماتهم أيضا، وبدا الذين ولدوا بعد عبد السلام وكأنهم أدركوا بقاماتهم شقيقهم الأكبر. لاحظت أمه أن نموه يبدو متوقفا، وأكدت لها ذلك جاراتها. وكذلك دب القلق في نفسها ثم في نفس زوجها أحمد. كان في جاراتها من نصحنها بالذهاب إلى فقيه يحرر الطفل من قبضة من يمسك به ولا يدعه ينمو. ومنهن من أوحت إليها أن العلاج في يد امرأة تسكن المدشر الفلاني، أو بين يدي ساحر لا يأتي إلى تطوان سوى مرة كل عام. كانت السعدية تصدق كل ما يقال لها، وكان أحمد يسيرها فيما تقول، وكثيرا ما رفقها ومعهما عبد السلام إلى واحد من أولئك الذين يدعون القدرة على علاج كل الأمراض العضوية والنفسانية، ويسمون سبيلهم ذاك بركة تارة وعطاء أعطوه تارة أخرى. ولما أعيا أحمد مسايرة زوجته قرر أن يعرض عبد السلام، وقد صاروا ينادونه تحببا عبد سليم، على طبيب متخصص. بعد إجراء العديد من التحاليل والخبرات
خلص الطبيب المعالج إلى أن توقف النمو عند عبد سليم وراثي. سأل الطبيب أحمد البناي عما إذا كان يعرف في عائلته القريبة شخصاً قزماً. لم يكن له علم بذلك ولا أمه كانت تعرف. مع ذلك أكد الطبيب أن الأمر وراثي وأن الشخص الذي ورث ولدهما قصر القامة قد يكون عاش أجيالاً كثيرة من قبل. لم يبقى أمام أحمد وزوجته إلا الاستعداد للتعامل مع هذا الواقع الجديد. الأطفال الذين كان يلعب معهم تجاوزوه بقاماتهم، ثم صار يسري الحديث عن القزم ودار القزم. كان كل ذلك مؤلماً، ولكن الأكثر إيلاماً ما كان يحسه عبد سليم وهو يسمع كل تلك التوصيفات والتصنيفات، وهو يرى أقرانه يلعبون كرة القدم بينما هو يقبع في باب الدار يتابعهم ويصفق من حين إلى آخر بكفيه الصغيرين. كان لما يكثر حماسه ينهض من مكانه ويقفز عدة مرات، يحدث ذلك حين يسجل أحد الفريقين هدفا، وحين رأى مرة أن هناك من يهزأ من حركاته لم يعد يقوم بها إلا سهوا. تسكن أسرة عبد سليم الطابق الأرضي، ومع ذلك فإن الدرجتين اللتين عند الباب كانتا تسببان له بعض المتاعب. يذكر لما بلغ السابعة أنه طلب من والده أن يسجله في المدرسة، فقد علم أن أقرانه يستعدون لحمل محافظهم، وكان هو أيضا يريد محفظة يحملها على ظهره ويذهب إلى المدرسة كما سيذهبون. بدأ أحمد البناي والده وقد فاجأه أمر المدرسة ذاك. مضى في اليوم التالي إلى المدرسة وسجل ابنه عبد السلام واشترى له محفظة وضع بها دفترا وقلم رصاص. كان مزهوا بما تحقق له، ولم يكف عن تكرار أنه سيذهب إلى المدرسة برفقة ربيعة شقيقته الكبرى. في يوم الدخول المدرسي رافقتهما أمه. سريعا عرفت ربيعة طريقها إلى القسم، بينما تطلب الأمر بعض الوقت لمعرفة الفصل الذي سيدرس فيه عبد سليم. وقد سعدت أمه لما علمت أن القسم يوجد في الطابق الأرضي. أدخل الطفل إلى القسم. تقدمت والدته إلى المعلم ورجته أن يسمح لابنها أن يجلس في الطاولة الأولى لقصر قامته. نظر إليه نظرة لم تخل من شفقة، ثم أذن له بالجلوس. ساعدته أمه على الارتقاء إلى الكرسي. جاء ضحك من الصفوف الخلفية، لم يكترث له عبد سليم الذي كان مبهورا بالقسم. نهر المعلم المجموعة التي كانت تضحك. شكرته أم عبد سليم وخرجت. تحمل الطفل استهزاء مجموعة من الأطفال يقتعدون الكراسي الخلفية. كانوا لا يترددون في مناداته بالقزم حين يمرون بمحاذاته، ولقد كان يستغرب سلوكهم العدواني ذاك. حين يقرع جرس الاستراحة يظل عبد سليم مكانه حتى إذا ما خرج الجميع تدلى من كرسيه متمسكا بالمنضدة وخرج. يقف بجانب الجدار ويتابع لعب الأطفال وجريهم في كل اتجاه. كانوا يبدون له عمالقة، وكان يخشى أن يدوسوه بأقدامهم. يحس بالعزلة. كان يحس فرحة لا تضاهيها فرحة حين يرى أمه تقبل إلى باب القسم. كان المدير قد سمح لها بالدخول لاصطحاب ابنها. في أيام العطل الأسبوعية يعود عبد سليم ليقتعد درجة باب المنزل ويراقب الصغار يلعبون كرة القدم. لما انتهت السنة الدراسية وقد حصل على معدل يسمح له بالانتقال، اصطدم عبد سليم وأسرته بأن القسم الثاني يوجد في الطابق العلوي من المدرسة. بسبب ذلك صار عليه أن يصل إلى المدرسة قبل الآخرين. صعود السلم يتطلب وقتا ومعاناة، خاصة وأن جسمه الصغير صار يميل إلى الاكتناز. أكد الطبيب في المرة الأخيرة التي زاره فيها أن نموه توقف ولا أمل في أن تطول قامته أكثر. مع مرور الوقت صار وجوده مألوفا في المدرسة، بل إن صبية عديدين كانوا يحاولون التقرب إليه. لعل دافعهم الأول فضولهم وسعيهم إلى استكشاف عالم عبد سليم. وبتدرج لم يفتقد إلى سلاسة صار الطفل يرفض أن ترافقه أمه إلى المدرسة
إذ كان يفضل أن يمضي مع التلاميذ الذين يقاسمونه القسم. يذكر أنه أحس بأنه صار رجلاً يوم مضى إلى المدرسة برفقة أقرانه. ذات مساء وكان قد بلغ القسم الخامس، خرج من المدرسة رفقة اثنين من أصدقائه يسكنان الدرب نفسه الذي يسكنه. وبينما ذهب لشراء حلوى من بائع متجول يترصد الصغار عند خروجهم من المدرسة أو عند الدخول، تقدمت منهم امرأة ترتدي جلبابا أسود وتضع على وجهها لثاما أسود شفافا. أمسكت بيده وقالت له: تعال إن أمك تنتظرك. نظر إليها فلم يتبين وجهها الذي بدا له أنه على ارتفاع كبير، لعل ذهوله من تصرفها ما أبقاه صامتا. سايرها ثم وقد لاحظ أنها تمضي به وجهة غير وجهته الاعتيادية صاح في وجهها: أن اتركني. تجاهلت صراخه وواصلت السير. انتبه صديق عتسليمو إلى اختفائه وقد ظن أنه مضى إلى منزل عائلته. مضت المرأة تسحب عتسليمو في أزقة خلف المدرسة إلى أن بلغت زقاقا شبه مظلم ركنت به سيارة ظن أنها سوداء. كان الوقت مغربا، لم يكترث أحد لصياحه وكان يحس بيدها تضغط على كفه الصغير. لما بلغ السيارة انتبه إلى أن بها شخصا سرعان ما اتضح أنه كان ينتظرها. سمعه يقول: هل هو هذا الذي حدثتيني عنه؟ نعم إنه هو، قالتها وجاءت به إليه. كان الرجل ملتحيا، لحيته سوداء لا يتخللها شيب. أمسك بيده اليمنى وفتحها وظل يتأمل فيها. أرسله وقال للمرأة بصوت غاضب: لن يصلح للمهمة، اركبي واتركيه. دفعته بقوة فوقع أرضا، محفظته التي يحملها على ظهره وقته قوة الارتطام. سمع السيارة تقلع بسرعة، نهض بعد أن تدحرج على نفسه مرتين. أحس بدوار شديد، ظل متكئا على جدار منزل. ولما أحس بأن حالته تحسنت مشى في اتجاه لم يكن موقنا بأنه الاتجاه الذي ينبغي عليه أن يسير فيه. ثم تبين محيط المدرسة. للمرة الأولى في حياته سيرى باب المدرسة مساء بعد أن تفرق كل التلاميذ. بائع الحلوى أيضا انصرفوا، الآن سيعرف طريقه إلى البيت. لما طرق الباب فتحته شقيقته وقد ذهلت ولم يفهم هو لما عانقته بكل تلك الحرارة. ثم أبلغته أن أمه مضت تبحث عنه. في تلك الأثناء دخل والده، كان متعبا. ثم جاءت أمه، علمت من أحدهم في الزقاق أن عتسليمو قد عاد. لما حكى عن تلك المرأة التي أمسكت به وحاولت إركابه السيارة، وحين سمعت منه أمه ما قاله الرجل ذو اللحية السوداء، أيقنت أن عتسليمو مهدد من المشعوذين وآلت على نفسها ألا تتركه يغادر البيت بمفرده. ثم سمع من أصدقائه لاحقا أن تلك المرأة التي حاولت خطفه كانت تنوي مع شريكها ذي اللحية السوداء أن تذبحه وتقدمه قربانا لجني لقاء الإفراج عن كنز. كان رهيبا ذاك المشهد الذي تخيله وهم يحكون له قصصا لا سبيل إلى التحقق منها، ضحاياها أطفال قصير القامة. منذ ذلك الحين أدرك عتسليمو أن قدره أن يحتاط من كل من يكبرونه قامة. احتاط منهم وتملكته رغبة جارفة في تعويض قصر القامة بعلو كعب في التحصيل. مهمشون، قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.